السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم. الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البرية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قمر الهداية كوكب العناية الربانية مصباح الرحمة المرسلة شمس دين الإسلام وأطلع في أفلاك الكمال من البروج الجمال شمسا وقمرا منيرا واختار في القدم سيد الكونين حبيبا ونجيبا وسفيرا وأخذ له العود على سائر المخلوقات الوجود تعظيما له وتوقيرا وجعل لجلال جمال كمال باغرة بطونا اختارها لحمله وظهورا وجعلها لصون صدفة ضرة بهجة لؤلؤة نفيسة نفسية وبحورا وجعل منها ماء عذبا فراتا وملحا نجاجا حكمة منه وتقديرا واجتباه وحماه من الدنس والرجس وطهره تطهيرا ونقله في الأصلاب من آدم إلى نوح وشيث وإبراهيم وإسماعيل وكل نبي غدا به مستجيرا وما منهم إلا من أخذ عليه العهد والميثاق ليؤمنن به ولينصرنه وكان ذلك في الكتاب وعنكم أذى وصاح ونادى على نفسه ويلا وثبورا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله زاد محمدا تعظيما الله يجزي من يصلي على الحبيب عشرا ويحظى في الجنان مقيما صلوا عليه وسلموا تسليما. الله زاد محمدا تعظيما علمت من ركب البراق عتيما وتلاه جبريل الأمين نديما حتى على فوق السماء قدوما ودنا وكلم ربه تكليما صلوا عليه وسلموا تسليما. الله زاد محمدا تعظيما ومن المخصص بالنبوة أولا أبوه آدم طينة لم يكمل ومن الذين لا العلا حتى على شرفا وحاز الفخر والتفخيما صلوا عليه وسلموا تسليما. الله زاد محمدا تعظيما ذاك ابن آمنة البشير المنذر الصديق المزمل المدثر
المؤثر السابق المتقدم المتأخر حاز المفاخر آخرا وقديما صلوا عليه وسلموا تسليما الله زاد محمدا تعظيما محمد صلى الله عليه والسلام عليه يا مسكي وطيبي صلى الله عليه والسلام عليه يا عون الغريب صلى الله عليه والسلام عليه طه يا ممجد صلى الله عليه والسلام عليه أحمد ياتي نامي صلى الله عليه والسلام عليه يا خير الأنام صلى الله عليه والسلام عليه أن يدخلكم نتيجة كل الأعمال اللي أنتم عمالين تعملوها إذا كان الصلاة ولا الصوم ولا القيام قراءة القرآن والأعمال الزكاة والأعمال الحسنة الأخرى أن يدخلكم فسيح جناته وأن يقبل منا ومنكم الصلاة والصيام. شكرا لكم وتفضلوا على وينو. الله بارك الله فيك على كل حال تكل العافية. واثنين خلالي صعب شوي علينا تيجي وين راح تركضني. فنشكر الجميع وبدنا نشكر يعني دول بس ملاحظة دائما شهر رمضان احنا نتبارك ولابد انه بهذا الشهر يعني بتشوف اللي بيقدر يعطي بيعطي واللي بيحتاج يعني بتشوف اللي واصل اشي. فبشكر شكر جزيل جدا للاخ علي ابن ابو عمار علي زبيدات اللي هو صاحب محلات الوردة البيضاء. ان شاء الله بتدوم وبتضلك وردة لنا جميعا ان شاء الله. اعطيكم العافية بارك الله فيكم جميعا. لا ابيض واسمر شو بدنا نبيض القلب ابيض ان شاء الله القلب ابيض. فبارك الله فيكم ان شاء الله وتفضل على الافطار.